السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في القناة. اليوم عندي لكم حلوى سهلة مهلة كتوجد في رمشة عين بمكونات جد سهلة وما كتطيبش في الفران. إذا غادي ندوزو الآن باش نوريكم الطريقة ديال التحضير. إذا نستعملو بيض، كنعملو معاها كيس ديال الفانيليا، كنخلطو مزيان. شوية ديال الملح، ما كنعملوش السكر دابا لان هي كتفند في السكر الكلاصي. صافي، دابا غادي نضيفو الطحين. اذا كنضيفو الزيت، عندي 2 معالق ديال الزيت، وكنزيدو نحركو. كنعملو واحد شويه ديال الملحه، ما كنعملوش السكر دابا لان هي كتفند في السكر الكلاصي. اذا كنضيفو الخميره، عندنا نص ديال الباكيه ديال الخميره، وكنخلطوها. كتعطي كمية مهمة هاد الحلوى هادي بمقادير قليلة جدا، كطينا حلوى الكوتي رائعة. ودابا غادي نضيفو الدقيق شوية بشوية، هاد المقياس هذا فهو كاس. المهم كنبقاو نزيدو حتى كنحصلو على عجين متماسك. والان كنضيفو 2 معالق ديال الماء، حالو بحال الزيت، 2 معالق 2 معالق. هاد الطريقة هادي علاش عملتو تان دابا الماء؟ باش كيعطينا واحد القرمشة للحلوى ديالنا، باش ما تجيش بحال العجين من داخل. نعاود نزيدو الدقيق،
المهم الدقيق هي وما جمعت لينا. الا بغيتو كميه اكبر كضاعفوا المقادير. رشوا واحد شويه ديال الدقيق باش نجمعوا. غنقليها. اذا دوزوا معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالها. اذا حبيبتي فاحنا كنفندوها في السكر كلاصي او في السكر ثقيل، كنعملوش بزاف باش ما يضيعناش. غادي نخليوها على جانب وغادي نبداو القلي ديالنا. تفيدنا كناخذوا واحد شويه ديال العجينه وكنحربلوها بهذه الطريقه هذه. وكنعملوها تقلى. انا قلت لكم كتعملوها كيف ما بغيتو، هي من بعد كتعوض في المقلاه. دائما شي حاجه تكون في يدك اعمل لها الطريقه هذه باش كتبقى مدوره. هذه راها طابت، نستقطروها من الزيت مزيان كنعملوها سكر بلا. كنخليوها حتى كطيب مزيان، ما كنقلبوهاش دغيا. يعني شفتوا غير هاد البيضه شو شحال غادي تخرج لي. اذا دوبلتو المقادير خليها على جنب. كنفندوها في السكر كلاص في السكر. حبيباتي هذه هي الحلوه ديالنا، كتجي رائعه جدا. كنتمناكم تجربوها. ممكن ما تعملوش السكر كلاصي، ممكن تعملوا سكر يكون حبيبات ماشي مشكل، وممكن تخليوها هكذاك ايضا حتى هي كتجي زوينه بالحق. زيدوا معاها واحد معلقه ديال السكر في الاول. يعني هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال حلوى دواز اتاي. كتقطع لنا 30 حبه رائعه وبيضه واحده
خرجنا كمية كبيرة.